شيخنا في هذا الوضع يعني تساؤلات كثيرة. أنا أرى بأن السلفية تقول بأن يجب أن لا نتبع المذاهب الأربعة، وأن توحيد هذه المذاهب لا يمكن أن يحصل. أنا أرى بأن المذاهب الأربعة هي مذاهب سلف صالح حاولوا أن يجتهدوا بالأخذ عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بما استطاع كل واحد منهم أن يجتهد، ورأى أن هذا صحيح. لذا أرى أن علينا نحن معشر المسلمين أن نحاول أن نأخذ من هذه المذاهب ومن غيرها، وعليكم أنتم علماء المسلمين أن تقوموا بتوحيد هذه المذاهب، أو ليس توحيدا لهذه المذاهب، وإنما بالاجتماع على رأي صحيح في الآراء المختلفة في هذه المذاهب، كمثلا نأخذ مسألة الوضوء أو ما إلى ذلك، أن يكون هناك اجتماع من علماء المسلمين على رأي معين، وأن لا نترك الحبل على الغارب كما أرى في هذا. بأنك يا سيد الشيخ يعني أفهم من كلامك أنا على حسب معرفتي بأنك تقول أن على كل إنسان أن لا يتبع مذهبا، وإنما أن يجتهد إلى السنة ليصلح من هذه السنة. هذا لا ينطبق إلا عليكم معشر العلماء. سامحك الله، لا ينطبق الله. حتى علينا نحن. سامحك الله، كل هالجلسة هي الثمرة اللي اكتفتها. هو يا سيد الشيخ خليني أكمل، أنا اللي فهمته هذا. شو بدك كمل؟ عم تتهمنا بخلاف ما فينا، شو بدك كمل؟ أنا هذا ما بني على فاسد فهو فاسد. يعني بدك أنت تحكي محاضرة ساعة وبعدين تكون على شفا جرف نهار، ولا الأحسن نبهك لخطأك مبدئيا؟ مين قال لك أنه أنا بقول؟ وأنا تكلمت مع الأستاذ ذيك الساعة ردا على ما قد يفهم من رسالة البوطي، أنه في إنسان في الدنيا بيقول أنه هذا المسلم الفرنسي اللي أسلم أنه هذا لازم يجتهد وياخذ المسائل من كتاب السنه. ما سمعت هذا الكلام؟ شلون الان بتقول انت؟ ما انت أنا بترجع يا سيد الشيخ بتقول انه احنا ما بنقدر نذهب من المذاهب. شلون بتقول بقى انا بجي بقول كل مسلم لازم يجي ياخذ لحاله؟ الله يهديك يا دكتور، انا قلت لك انفا. اذا لازم تنتبه لما نقول. الان بقول شيء جديد. ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ربنا في هذه الآية جعل المجتمع الإسلامي قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين ماذا يجب على الآخر. أوجب على من لا يعلم ماذا؟ أن يسأل. وأوجب على من يعلم أن يجيب. طيب كيف أنت بتقول بقى بتتهمني بخلاف ما عندي؟ أنا أؤمن بهذه الآية وبكل آية توضح المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما وحديثا، منها أن المسلم عليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. وقلنا آنفا لما كنا نجيب الأستاذ هنا، نحن نفرق بين التقليد، فيجب التقليد أحيانا على العلماء، وبين التدين بالتقليد فهذا حرام. هذا نحن نقوله. لكن إذا أجينا للواقع، أنت مثلا الآن أنت طبيب، أنت ما تعرف هاي الصلاة صحت ولا ما صحت، شو واجبك؟ ليس واجبك أن تقول أنا حنفي وبس أو أنا شافي وبس، واجبك أن تسأل أهل العلم الذين تثق بهم. هيك القرآن بيقول لك، وأنا بقول لك هكذا. أنا ما بقول لك أنت اترك طبابتك ومهنتك ونصنعتك وهود دروس بقى المذاهب الفقه المقارن كما يسمى اليوم، وبعدين دروس علم الحديث اصطلاحا وأصول الفقه كذلك، مشان حتى تتمكن بعد ذلك تعرف انه يا ترى الصواب انه مش المرأة بينقض وضوء او لا ينقض وضوء. لا، لا يجب عليك هذا، لكن يجب عليك ان تسأل اهل العلم. ثم يلاحظ منك ولا مؤاخذة انك بتجي بتقول عليكم كذا. يا اخي نحن على هذا، نحن ندعو اهل العلم واهل الاختصاص. وما العهد كببعيد، لما سألنا زميلك الدكتور النال الدكتور بوطي الان شو رأيك بيستطيع ان يجتهد ولا لا، قال والله اذا وقفنا عند رسالته هو بيقول انه بيستطيع ان يجتهد.
أنا قلت له بس لا يزال هو شافعي المذهب، فلماذا لا يجتهد؟ فأنا البوطي هلا بنزله في منزلة رجل من عامة المسلمين؟ فأنت بقى هالتعميم هذا من أخذته؟ أنه أنا ولا غيري من طلاب العلم أنه بيفرض على عامة المسلمين أنه يجتهدوا؟ لا يا أخي، هذه الإفضاعة ما هي صادرة من عنا، أنت سامع من أعدائنا أعداء الدعوة. شايف شلون؟ ما سمعت شيء. الله يسامحك. ما سمعت شيء. طيب منين البضاعة طلعت منك إذا؟ أنا هذا تفكير بقول لك على حد مصدرتي من الشيء اللي فهمته منك. منين فهمته؟ الله أكبر. شلون فهمتها؟ والله غريبة هي. خذوا من حيث أخذت. بس يعني. غريب يا دكتور انك ما تكون البضاعة جايبة من برا، وهلا نحن البضاعة ما طلعت منا، نحن عم نقول. رح اضرب مثال يتعلق في مانتا. اذا كان طبيب طالب في الطب، هل يصلح ان يجري عملية جراحية هو لساته في الضحضاح؟ طيب، وهكذا علم الشرع. فشلو انت تتصور كيف دخل في عقلك نحن نقول كل مسلم لازم يفتح القرآن ولو كان إنجليزي ويفهم القرآن ويأخذ الحكم؟ يا ترى أو لمستم النساء مقصود في الجماع ولا مقصود في اللمس؟ كيف دخل في عقلك نحن نقول هكذا على رغم من الحديث السابق؟ سامحك الله وبس. يعني الآن بالنسبة للمذاهب الأربعة يا سيد الشيخ، نعم، بالنسبة للمذاهب الأربعة، يعني لا يجب على أي واحد منا أن يقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي، يجب أن تذوب هذه المذاهب؟ أو هذا السؤال، يعني هذا الشيء اللي أنا حابب يا أخي سأل ما شئت أنا بجاوبه، بس أنك تتهمنا بما ليس فينا هذا لا يجوز. أنا لم أتهمك يا سيد الشيخ. أنت سيد الشيخ، أنت يجب أن تكون أوسع صدرا من ذلك. أنا سألتك كل يعني أنا على حسب معرفتك يعني وفهمي من يعني كنت. يعني كل هذا ما تراني واسع الصدر؟ أما عجيب، هل أنت قلت آنفا ما سمعته مني؟ أنا هذا اللي فهمته. هذا كيف فهمته؟ طيب والجمهور الجالس ترى فهم معك، اشترك في هذا الفهم؟ والله يا طيب اسأل ما شئت. أنا اللي فهمته هذا، أنا لا يهمني اللي فهمه الجمهور الجالس، لأنه ما بقدرش أسأل كل واحد شو فهمت. إذا بتقدر تجاوبني على سؤالي على الشيء اللي سألته أجبني، بتحبش تجاوبني أنا بسحب سؤالي واعتبرني إني ما سألت. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. قبل أن تقول هذا الكلام بقول اسأل ما شئت. شو يعني ظاني انت سؤال خطير كثير لحتى خطوره بالنسبه للمذاهب الاربعه؟ نعم. هل يعني في كلامكم بانه هذه المذاهب يعني يجب ان لا يقول انسان باني انا شافعي او انا مالكي او انا حنبلي او ما الى ذلك؟ نعم يجب ان لا يقول. اخذت الجواب؟ نعم. طيب شو رايك انت يجب عندك؟ ليش؟ نعم انا عندي انا الله يسامحك يا سيد الشيخ، انا ما بقدرش ما بعرفش في الدين قدك. انتوا اهل العلم وقبل شوي بتقولي بسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ما بسالك ليش بسالك؟ ليش انا عامل لك هالسالني؟ طيب ليش؟ الله يسامحك يا سيد الشيخ، انا ما بقدرش ما بعرفش في الدين قدك. انتوا اهل العلم وقبل شوي بتقولي بسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ما بسالك ليش بسالك؟ ليش انا عامل لك هالسالني؟ طيب ليش ما بصلش؟ انا عم اقول لك لا تسالني، لكن يا ترى اذا قلت لك سالني ما بيجوز انا اسالك؟ اسال طبعا. وهذا عم افعله معك. انا عم اقول لك مثل ما انت يجوز أن تسألني وعم أقول لك سألني بما شئت، لكن هل هذا يعني أنه أنا ممنوع أن أسألك؟ لا مش ممنوع. إذن لماذا تستنكر أن يسألك؟ أنا بعد ما أجبتك بقول لك أنت شو رأيك؟ أنا رأيي بما قلت، أنت كإنسان من أهل الذكر وأنا لا أعرف، فيجب علي أني أخذ بالشيء اللي قلته لأني لا أعلم أكثر من هيك. لكن أنا بدي أسألك سؤال، ليش يعني ما بصيرش نحكي؟ شو رأيك يا أبو ليلى تسمعوا كلامه الأول حتى يعرف الدكتور عم يتناقض في كلامه، لأنه بدأ يعمل محاضرة أنه أنتوا أهل العلم لازم تعملوا كذا وكذا، شايف؟ وهو الآن بيجي بيقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ألا يا دكتور أجبتك لا يجبه، فإن اقتنعت فبها، ما اقتنعت سهل حتى جاوبك، بتريد التفصيل؟ قلت بتريد التفصيل. والله أنا حاب أعرف لماذا يعني مسألة عدم اتباع مذهب بعينه، يعني ليش نقول بصرش إن نقول إنه أنا حنفي أو أنا مالك؟ إذا في إمكانية إنك تحكي لي يا أخي. لا تكرر الكلام بارك الله فيك، هذا لا يجوز. واحد عم يقول لك بتريد التوضيح، قل له نعم، قل له لا، نعم نعم. بتريد بترجع بتقول إذا بتجاوب وإلا لا، إيش معنى هذا؟ عم تهددني نعم. يعني غريب. ولا إيه؟ والله غريب هذا جدا. نعم؟ يتوقف السؤال دكتور. ما في فايدة يتوقف، بالعكس يعني. أنت بتعرف تاريخ المذاهب شيء لحتى نوفر نشطب شوي من الكلام، تعرف تاريخ المذاهب؟ يعني شيء بسيط. طيب انت بتعرف انه بزمن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان في مذاهب؟ نعم. طيب فاذا واحد قال لك نحن ما بدنا مذاهب الان مثل ما كان الامر الاول، ما بيدخل في عقلك انه هذا الكلام صحيح؟ نعم. خلاص شو بدك بقى، لا يجب ان تكون حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبلي ولا غير مذهب شيعي وزيدي ونحو ذلك، لكن نحن اليوم نقتصر على ما فينا، لأنه ما فيش حتى لا يجب على المسلم أن يكون حنفيا، لأن المسلمين اللي ماتوا قبل هذه المذاهب ماتوا مسلمين ولا ماتوا غير مسلمين؟ لا شك ماتوا مسلمين. فنحن إذا متنا كما ماتوا هم غير متمسكين بمذهب من المذاهب ما بنكون يعني مسلمين. فإذا إذا بدنا نقول يجب اتباع مذهب، من أين نأتي بهذا الحكم الواجب؟ أنا أقول لا أعلم مدى صحة الحديث الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الراشدين من بعدي. الله يهديك يا دكتور. هذو مذاهب؟ نعم. نسيت أنك عم تسأل عن المذاهب الأربعة. هذون خلفاء الراشدين إلو المذاهب؟ هو المعني كان بالخلفاء الراشدين هم فقط الخلفاء الراشدين أم الراشدين من أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حسيت شو سويت إلا أنت، أنا سألتك ما أعطيتني جواب رجعت تسألني، الله يسامحك. الخلفاء الراشدين لم يكن لهم مذاهب. طيب إذا شو بدك بالحديث؟ شو بدك بالحديث؟ ما دام بتعرف معنى بانه قبل المذاهب الاربعه كانوا مسلمين، وين بدي اروح فيه؟ والله يهديك. بدك تمنعني احكي مع الدكتور يعني ونشغل بالطعام؟ فما دام واضح بارك الله فيك انه قبل المذاهب الاربعه كان في مسلمين صالحين ماتوا على الهدى وعلى التقى الى اخره، شو هاللي واقف في طريقك انه تستغرب لما نقول نحن لا يجب على المسلمين ان يكونوا على مذهب من المذاهب الاربعة؟ الا يسع ما وسع السلف الصالح؟ ستقول نعم. اذا شو بقي عندك سؤال؟ هاته. بسم الله. بينما يصدر السؤال انا بقى باكل. والغريب في الموضوع انك انت تسأل ذاك السؤال وانت معنا فعلا وعلينا فكرا، وهذا من عجائب التناقض. لانك بدك تقول لي كيف، لانه انا اخشى انك ما فهمت عليه وتجي تبني علالي وقصورة على شيء ما فهمت عليه. كيف أنا حكمت عليك أنك أنت معنا فعلا وعلينا فكرا؟ كيف؟ كان من جملة كلامك أنه أنت ما بتتمسك بمذهب ولا عشت أنا على مذهب معين، صح ولا لا؟ هذا هو أنت بتلتقي معنا في هذا. وحينئذ بتقول أنا بقول أنك فكرا علينا. ليش؟ لأنك بتريد تقول أنت بتقول لا يجب. كيف هذا لا يجب؟ يا أخي لو كان يجب تكون أنت فاسق، لأنك أنت مالك على مذهب، صح ولا لا؟ الشيخ المشكلة بالشكل التالي، أنا
تكلمت في كلام بالأول قلت لك إنه أنا يعني بعرف إنه إحنا من المذهب الحنبلي، لكن أنا لا ألم بالمذهب الحنبلي. شايف هذا الشيء فعلا أنت أجبت إنه لا يعني لا أنت ولا هو يكون على مذهب، يعني شو بده يكون عالم بالمذهب الحنبلي؟ لا يجب للإنسان أن يكون على مذهب معين، ولكن بنفس الوقت أنا أعلم عن الناس كلها إنه هذا من المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني. على هذا الأساس أردت أن أعرف هل هذا صحيح أم هذا خاطئ. أنا الدكتورة من صفني أنا بحكي عنه، هو بحكي عن الناس. طبعا أنا والناس كلها، هو أنا بحكي عنه هو بحكي عن الناس. وما أنا إلا يا حبيبي أنت مخالف، أنت غير متمسك بمذهب واقعك، ان غير متمسك بالمذهب. فاما ان يكون التمسك بمذهب واجب فانت تارك هذا الواجب، واما ان لا يكون كما نعتقد فانت الحمد لله كما قلت انفا معنا فعلا وعلينا فكرا. هذا بقى لازم انت يعني تعدل موقفك العملي مع موقفك الفكري. يعني انا اللي تبكم متناقض بذاتك. اردت اني اقول اسيد الشيخ انه اذا كان هنالك من هو متمسك بمذهب معين من المذاهب الاربعة فهم جزء من علماء المسلمين، لانه لا يمكن للناس العامة، عامة الناس التي لا تعلم بالفقه انها تكون متمسكة بمذهب معين. حتى لو قال اني انا اتبع ذلك المذهب ممكن يكون متبع شيء واحد، شيء واحد او اثنين او ثلاث، لكن لا يتبع المذهب. تسبيع النجاسة بس هذا الشيء، غير هيك لا يمكن واحد فيهم يلم في مذهب معين. معلش في سؤال، لو يعني لعله ان شاء الله يوضح. معلش افضل سؤالك، هل افهم من كلام دكتور انه بعد ما بيدندن انه لا يمكن يكون الانسان على مذهب واحد، فهو يسأل هل يجب ان يكون الانسان على هذا الشيء الذي لا يمكن؟ لا عفوا، انت اخواننا دون اللي نعيش معهم كثيرا بيعرفوا انه من كلامي معهم انه اذا طلبوا مني شيء اقول لهم انا بتعرفوا ترى ما بالامزح بمعنى استجيب فورا، لكن انت الظاهر ما عرفتني ولذلك صرت تحمسني بزيادة انه اذا كان تقدر جاوبني والا انا بمسك سؤالي. يا اخي انا مستعد على اجري ووجري على شيخوختي انه اجلس معك حتى مطلع الفجر. الله يخليك. وتسأل ما شئت واجيبه بما عندي، ما بهمني بعد ذلك اقتنعت ولا ما اقتنعت، لانه هي القناعة ليست بيدي. اذا كان الله يقول لنبيه ان عليك الا البلاغ، اما الهداية بيد الله عز وجل. ولذلك فانا واسع جدا في هذا المجال، وانت لا تتضايق اطلاقا من القائك السؤال بعد السؤال، بس خلي يكون سؤالك مقنن بحيث انك تشعر بضرورة توجيه السؤال ليكون الاجابة عليه ايضا ضروري، والا بضيع علينا الوقت وبضيع علينا الفائدة. وحبيت انا في الحقيقة من باب الدين نصيحة انه ذكرك بنفسك، فأنت واقعك غير ما يبدو من لسانك اللي بيعبر عما في ذهنك، كما قال ذاك الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهالشيء اللي عم تفهمنا يا بلسانك عم أشوفه يخالف واقعك، من ذلك إنك عرفت أخيرا أو عرضت وفصلت وبينت انه عمليا لا يمكن ان يكون انسان متمسك بمذهب واحد. اذا تسأل هل يجب التمسك بماذا لا يمكن، يعني معناها انك انت غير مستقر فكريا وذهنيا. مش غير مستقر سيدي، انت بجوز انا يعني
أسأت كيف أو لم أستطع تحديد السؤال بشكل جيد. أنا أقول بأنه يعني من الواقع أنه لا أحد يتمسك بمذهب معين إلا علماء المسلمين، لأنه الإنسان الملم بالمذاهب هذه هم علماء المسلمين. يا هلا تظن أنك أحسنت التعبير؟ أعتقد هذا اللي عندي أكبر. راح تشتغل بالأكل. أزيدك يا شيخي. بارك الله فيك دكتور. لما تحدثنا مع زميلك هنا قسمنا العالم الإسلامي لأقسام، حطينا العلماء في القسم الأول، أنت هلا في كلامك بتحط القسم الأول مقام القسم الأخير، يعني بتحط العلماء مقام العامة. احنا قلنا العلماء هن اللي بدهم يجتهدوا، هلا انت بتقول هن اللي بيتمسكوا بالمذهب لانه هن اللي بيلموا بالمذهب وهن اللي بيعرفوا المذهب. يا استاذ يا دكتور، هذول واجبهم انه ياخذوا من الكتاب والسنه، مش هذا يكون حنفي وهذا شافعي. فما لك انت يا اخي بتقول انه هذول واجبهم غير الواجب على العامه. فانت لما بتقول انت مثلا عشت عمليا في بعض المسائل حنبلي شافعي إلى آخره، ويمكن ما تعرف تميز المسألة هي بالمذهب فلان، فقال لك هو كذلك لأنه هي ما شغلتك. لكن اللي عم تعنيهم العلماء هدول لازم ما يقولوا مثل ما قلنا عن البوطي، إذا كان البوطي بيقدر يجتهد ويأخذ من كتاب السنة ما لازم يقول عنه عن نفسه أنا شافعي أو ذاك يقول أنا عنفي. فأنت الآن عم تعكس الموضوع تماما. هذون العلماء اللي بيلموا بالمذاهب هذون المجتهدين، هذون اللي لازم يقولوا قال الله كذا قال رسول الله كذا، مش يقولوا أنا حنفي لأنه إمامي قال كذا. هذا بيقول طلاب العلم الشرعيين فقط، أما العامة فكما شرحنا آنفا في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء إذا سئلوا أجابوا بقال الله قال رسول الله، العام ما بيقولوا قال الله قال رسول الله لأنه ما بيفهموا، لكن عليهم يسألوا اللي بيفهموا من هن العلماء. ابن القيم رحمه الله له شعر جميل بيقول في تعريف العلم، ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. اليوم نحن نعرف هذا الشيء، لما بتقول له يا أخي السنة كذا الرسول قال كذا بيقول لك يا أخي مذهبي كذا. هذا هو التدين بالمذهب الذي لا يجوز، لأنه عم يرد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مخالفة قول الله وقول رسول الله لماذا لمذهبه. فإن كان عالما قال فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كان عالما بيقول لا أنا ما بأخذ بها الآية ولا بأخذ بهذا الحديث لأنه خلاف مذهبي، هذه ما بعد مصيبة. وإن كان من الطلاب الفقه الشرعي كمان هذه مصيبة، لازم أن يلقنوا في المدارس يا طالب العلم لا بأس درست المذهب الشافعي وعشت عليه مدة من الزمن، لكن إذا تبين لك أنه في مذهب ثاني كالحنفي أو الحنبلي أو المالكي ما هو أصح من المذهب اللي أنت عشت عليه لا تشبش بمذهبك، لأن هذا ليس دينا. الدين قال الله قال رسول الله، خذ بالمذهب الثاني في هذه المسألة ما دام الدليل هو أقوى. هيك يجب أن يلقن طلاب الشريعة علم الشريعة. أما الواقع اليوم في العالم الإسلامي كما شرحنا آنفا
نادر جدا جدا. وعلى كل حال أنا ما أريد أن أخسر ما كنا انتهينا مع الدكتور هنا في تفسير قول عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فأنا أرجو أن نكون جميعا من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. طيب في عندكم شيء يا أخوانا؟ نعم وهي ما أفسد الناس من سنتي صحيحة هي ثابتة. نعم مش ضروري تكون في نسبة الصحة في المعنى الاصطلاحي العلمي. من الرواية كثيرة من عبد الله هي فقط سامحك الله فيما أعلم. نعم الرواية كثيرة هذه ضعيفة جدا. نعم في إكلام الشيخ في شيخنا سؤال وإن كان يعني الحمد لله واضح جدا البحث مع إخواننا الدكاترة جزاهم الله خير، لكن من باب يعني وضع النقاط على الحروف الجزئية لها أهمية الواقع. الله. إنه شيخنا هل يعني عندما تقول بأنه لا يجوز التدين بالتمذهب واتخاذ المذاهب الأربعة دينا، هل يستلزم من هذا أو هل نفهم من هذا إنه نهدر هذه المذاهب الأربعة وما نستفيد من علمها؟ سبق الجواب عن هذا مع الدكتور جاري بالجنب. نعم. قلت له لما قال لي أن الخجندي بيقول أنه يأخذ من الكتاب السنة وحط كلمة فقط وحاسبت عليها. نعم. تذكرون هذا؟ نعم نعم. لماذا؟ لأنه هو لا يقول بهذا القول ولا غيره، وإنما واجب الداعية إلى الله إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الأصل لهذا الدين الإسلامي، فذلك لا يعني إهدار أقوال الصحابة أقوال التابعين أقوال الأئمة المجتهدين، هذا لا يعني، بالعكس أنا نفسي أشرت أن هذا كلام لا يصح نسبته للخجندي. ونحن أعرف الناس بفضل الله بقيمة أقوال العلماء الذين سبقونا، لأنه هذه الأقوال أقل ما يقال فيها، منها ما يصح منها ما لا يصح، منها ما يوافق الكتاب والسنة منها ما لا يوافق الكتاب والسنة، ذلك لأن العلماء جميعا متفقين على أن الحق لا يتعدد، فإذا جاء قولان مختلفان يضطر أحدنا حينئذ أن يوازن بين القولين هذول. الموازنة هذه ستفتح له طريقة من البحث والتفكير. وقديما قيل وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك فليس معنى الدعوة إلى الرجوع للكتاب السني لأهل العلم وأن أهل العلم عليهم أن يبينوا الناس ما أنزل الله في القرآن في السنة، هذا لا يعني إهدار أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لكن يعني مثل ما قال أخونا سابقا أن نأخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة. فإذا نحن، هذا جواب سؤالك بإيجاد، إذا نحن نستعين بأقوال العلماء الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين، ليس الأربعة بل والأربعين والأربعمائة والأربعة آلاف، لأن الأمة الإسلامية ما شاء الله فيها كما يعلم طلاب العلم البركة من أهل العلم، نستعين بأقوال هؤلاء العلماء لفهم أصح الأقوال الموافق للكتاب والسنة مما اختلف فيه الناس. لعلي أجبتك ولعلنا بعد وضعنا النقاط على الحروف. طيب وإياكم.